السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عندنا جهاز ايفون 8 بلس. الجهاز زي ما انتم شايفين ان افايلبل. هذا الجهاز بدنا نعمل له تخطي مع تشغيل الشريحة بخطوات سهلة وبسيطة بأداة FW Unlock. يا ريت إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. راح اترك لك رابط التحميل بالوصف. بتفك ضغط الملف شرحناه بالفيديوهات السابقة وبتفتح الأداة. تفتح معك بالشكل اللي راح يظهر أمامك. بالفيديو السابق أعطيتكم يوزر نيم وباسورد تدخلوا فيهم على الأداة باللوج إن هون عشان ما تتغلبوا موضوع تسجيل حساب. ولكن للأسف يا أخوان يعني في أكثر من شخص غير كلمة السر، يدخل على الملف الشخصي ويرد يغير كلمة السر. على كل حال أنا غيرتها ومنعت تغيير كلمة السر عشان الأنفس المريضة هاي اللي بتغير كلمة السر ما بعرف شو السبب يعني. فصارت كلمة السر ديمو 2025 يوزر نيم وباسورد. على كل حال الآن فتحت معنا الأداة زي ما أنتم شايفين بالشكل هذا. أول شيء الجهاز unavailable فهيك ما راح يشبك على الأداة. فشو بعمل؟ بروح بكل بساطة بضغط على زر الباور وبطفي الجهاز وبسحب كيبل الداتا. بتأكد انه الجهاز طفى بشكل كامل عشان ادخله على وضع الريكفري. فلازم اضغط الباور مع ضغط مع شبك الكيبل تبع الداتا. بضل ضاغط على زر الباور. طوى الجهاز زي ما انتم شايفين بضل ضاغط على زر الباور. بستناه ليرجع يطفي ويرجع يشتغل ويدخل في وضع الريكفري. زي ما شفتوا دخل الجهاز بوضع الريكفري، يعني بس ضغطت على الباور والجهاز طافي وانا شابك الكيبل الداتا. الان الخطوه التاليه بروح على دي اف يو هيلبر. زي ما شايفين الجهاز موجود. باجي بعمل ستارت، هون بيحكي لي بدك تضغط الباور مع خفض الصوت. باجي مباشره بجهز وبضغط ستارت، بضغط الباور وخفض الصوت، بنتظر ليصير العداد تحت على رقم 9. برفع ايدي على الباور وبضل ضاغط على خفض الصوت. زي ما شفتوا اعطى مسج مباشرة، الجهاز دخل في وضع الدي اف يو مود واعطاني هون معلومات الجهاز. الان الخطوة التالية باجي بدي افعل السيريال نمبر تبع الجهاز. بضغط على اي سي اي دي وبروح على الأداة عشان أفعل الجهاز وأقدر أشتغل على الأداة. بعمل Create Order New Order، وهنا عملية الباس كود بتطلبها بالآي سي آي دي. قريبا راح نوحدهم يصير كلياتهم بالسيريال نمبر. بنضغط واحد وبنعمل التالي والتالي، وهنا بيعطينا مسج تمت العملية خلص أنا هنا خلصت. هيك تفعل الجهاز. الآن بروح على الأداة بعد ما عملت الجهاز بوضع الدي اف يو مود. مباشرة بدخل على خيار 1517 رام ديسك، بروح على خيار المانيوال من هون وبروح مباشرة وبعمل باوند. الجهاز الفيديو لو رجعت فيه دقيقتين للخلف وانا الجهاز حاطه بوضع الريكفري كان معطيني هون الاي او اس فيرجن، بس نسيت احكي لكم عنها. هذا الجهاز الاي او اس تبعه 15، بتقدر 15 16 17 تعمل نفس الخطوات. اهم شيء ما تفرمت الجهاز وهو ان افايلبل عشان تكسب الشبكه. عملنا عمليه الباوند، بعدين بروح على الخطوه الثانيه مباشره بريبير رام ديسك. بحكي لي هون ملف اصلا نازل على الجهاز، بروح على الخيار اللي بعده وبضغط بوت. وبنتظر الجهاز يقوم بعملية البوت بشكل كامل. زي ما شفتوا بدأ عملية البوت، أعطاك لوجو FW Unlock Tools وبلش بعملية البوت.
تنتظر لتتم العملية للبوت. تعطيني انها مكتملة. زي ما شفتوا جهاز قام بعملية البوت والآن راح يتوقف ويصير يعطي بس خيار واحد هون. هون مباشرة بروح بعمل كونكت SSH، بضغط عليها ببلش يعد عندي هون، وهيك بيكون شبك كونكت SSH. الآن الخيار اللي بعده بروح على باسكود، خيار باسكود بضغط عليه، وبروح على خيار باك اب بضغط عليه. هنا راح يعمل باك اب لمعلومات الشبكة نسخة احتياطية، اخذها وهو بس اعطى ايرور. شوف رام ديسك باتش باك اب باتش، اخذها تمام. هنا عمل الملف هون اوريدي اكزت لانه كنت عامل باك اب قبل هيك في التجارب، فهي الملف الباك اب اعطاني اياه هون، ونزل في ملف الاداء زائد انه نزل على الموقع. يعني لو انت حذفت ملف الباك اب من الاداء نفسها تاعتك واجيت بعدين بدك تعمل هاي الباك اب، زي ما شايفين هاي ملف الاي سي اي دي نفس الرقم، لو انت حذفت الملف من هون واجيت عملت باسكود ريستور راح ينزله من الموقع على الجهاز. يعني لو انت غيرت الكمبيوتر لا تخاف على الملف تمام. الان بعد ما خلص العملية مباشرة باجي بعمل اريس ديفايس، بضغط على اريس ديفايس عشان يمسح الجهاز ويتفرمت الجهاز. الان الجهاز راح يفتح معنا بعد عملية الفورمات، راح يفتح معنا بوضع الهالو سكرين بعد ما يقوم بعملية الفورمات اللي انا طلبتها. الان لو انت عملت باك اب باسكود وكبست باك اب وما كنت عامل قبل هيك، انا زيي مباشرة يعطيك مسج انه بدك تمسح الجهاز ولا تعمل اعادة تشغيل، فانت اكبس على اريس بدل ما انا بدل ما تكبس على هاي الكبسة هون وتمسح الجهاز. انا لاني قبل قليل عملت باسكود عملت باك اب للجهاز ما كان معي وقت اعمل فيديو، بعدين لما شفت صار مجال حكيت خلص خليني اعمل فيديو. ننتظر الجهاز ليقوم بعملية المسح. يا ريت لا تنسانا من اللايك، تدعمونا باللايك ومشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة. ننتظر لتتم عملية المسح. هاي زي ما شايفين هاي بين الاصدار تبعه هون 15.5، فانا مختار اي او اس 15. اذا كان 16 بتختار اي او اس 16، اذا كان 17 بتختار اي او اس 17 حسب الخيار حسب الاصدار تبع جهازك. بتشوفوا كيف الاصدار بوضع الريكفري، بتحطوا بوضع الريكفري بتفتح الاداء مباشره بتقرا معلومات الجهاز. ما زال بيعمل مسح زي ما شايفين العداد، ما بعرف اذا واضح معكم اي عداد المسح. انا مجرد ما تعطيه الامر من الاداه بيعمل مسح للجهاز. في ناس بتسالني لو رفعت اصدار التليفون واجيت عملت له رجعت عليه الباك اب عادي، يعني لو كان 16 عادي، ولكن انا ما بفضل اعمل هيك. يعني انا نفسي شخصي ما بعمل هيك، لكن احيانا بتضطر يعني بصير مشكله بالسوفت وير مثلا، بس تيجي تعمل ريستور ما برضى يفتح الجهاز ما برضى كذا، فانا بضطر باجي برفع الاصدار ل 16 او لاخر اصدار موجود 16.7 مثلا، وبعمل له باسكود اكتف عشان افتح. الان الجهاز فتح رجع للوضع الطبيعي. الان بدي ارجع اعيد عمليه الرام ديسك من اول وجديد، بروح على الدي اف يو وبضغط التالي وبضغط نيكست. هنا لانه الجهاز فاتح راح يدخل الجهاز بوضع الريكفري بشكل تلقائي. لما كان انا افايلبل ما بيكون شابك يو اس بي، لكن الان بيكون شابك، فالاداه هي بتقوم بهاي العمليه. الان بحكي لك
نضغط التالي ونضغط الباور مع خفض الصوت نفس العملية السابقة. ننتظر لرقم 9 بنرفع ايدنا على الباور ونضل ضاغطين على خفض الصوت. اعطاني انه الجهاز بوضع دي اف يو مود. نرجع مباشرة نعمل باوند اول خيار. طبعا يا جماعة في هون اوتوماتيك يعني في عملية بتقوم بكل الحركات هاي، ولكن انا بنصحك تعملها بالمانيول. بالمانيول هنا الملف موجود اوكي، نعمل بوت. المانيوال خطواتها اقل اخطاء، فيها اخطاء اقل، فاستخدم المانيوال نفس الخطوات اللي انا عملتها افضل لك. هاي عملية البوت زي ما انتم شايفين. اعطى اللوجو، لا راح يكمل العملية. تقريبا جميع الاخطاء معالجناها، وان شاء الله الايباد لغايه ايباد 7 بدون اي اخطاء. 6 و 7 بدون، مش بحاجه كيبل، ولكن الاقل بحاجه كيبل دي سي اس دي. الايفونات مش بحاجه اي كيبل. اي زي ما انتم شايفين عمل بوت. الان بروح بعمل كونكت اس اس اتش. بلش عمل كونكت اس اس اتش. خلص بروح على باس كود، ولكن هاي المرة ما بختار باك اب، بختار اكتف من هون. بضغط على اكتف. الان رح ياخذ الملف من الاداة زي ما انتم شايفين ويعطيها للجهاز عشان يعطيه معلومات الشبكة ويقوم بعملية الفتح. أعطاني device has been activated successfully، تمت العملية بنجاح، وننتظر الجهاز حتى يفتح. ننتظر ليفتح الجهاز 100%. فتح الجهاز زي ما انتم شايفين. نضغط هون ونروح على الشبكة. زي ما انتم شايفين هون ما في أي خطأ للشبكة. الشبكة هون بتشتغل معك 100%، ولا مسج بعطي انه في اي خطأ. جهاز بيفتح بشكل كامل. الباسكود معروف اصلا بالاصل انه هو بيشتغل بشبكة، ولكن احنا بس شرح عشان نعرفكم انه الاداة شغالة بالباسكود والامور طيبة. هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.